السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة في هذا النهار يا ربي. الدنجالة اليوم غنتغداو حنا ثلاثة ديال الناس، دايرة هذيك الدنجالة وهنا دايرة غير واحد البوري ديال البطاطا وداك البروكولي داك الخضر. هانتوما كيف ما غتشوفوا معايا كتجي رائعة، درتها في تيرموميكس. اللي ما عندهاش تيرموميكس ممكن ديرها في طنجرة، دير البروكولي وبطاطا والحليب وغادي تخليهم حتى تتعلكوا، ولكن مع التحريك مرة تحرك بداك لافويت. وهنا شافي رجعت لهذا الباذنجانه هذه، ها هي شي مره غنشارك معكم هذيك بوريه. كيف ما تشوفوا معايا هكا غنشد هاد الدنجاله وغادي نقطعها هكا شرائح دائريه حتى لاخر لحظه. هذا حليت الثلاجه وانا نلقاها وانا نجبدها، هذيك هي اللي كاينه. والدنجال كيلوح وما كنبغيش، انا الطريقه الوحيده الصراحه اللي كيعجبني بها الباذنجان هي هذه من غير الزعلوك القليان ولا شي حاجه اخرى ما كيعجبنيش. المهم مع الوقت ما كاينش، نورمالمون كنديرو في الملح وكنخليه مرقال حتى تيطلق ديك المروره ديالو وداكشي، ما كاينش الوقت. درتو مباشره هكا قطعتو شرائح وانا نوضعو هنايا في الطاوه. غادي هنت بشويه ديال الزيت من التحت ورشيت عليهم عاوتاني شويه ديال الزيت من الفوق. كيف ما تشوفوا معايا هكا راه وحده، هانتوما شفتوها معايا باذنجانه وحده عطاتني كاع هاد الكميه هادي، وستفتهم هنايا. والفران مشعلاه، الفران سخون، وغادي ندخل هاد اللاطه هكا الفران وغادي نخليها واحد 10 ديال الدقائق تتشدت لي راسها من التحت وانا نقلبهم عاوتاني. المهم تحمروا لي من التحت ومن الفوق، وانا غندوز لواحد شويه ديال لي طوماط سويز هكا عندي بالصفر والاحمر. ما تشوفوا معايا غادي نغسلهم، ها هما نقيتهم وشللتهم، وعندي واحد شويه ديال الجبن، هادشي اللي عندي حتى هو اللي متوفر لي ما قضيت غير اللي كاين. جاكم شي تقدى باقي ما جا الصراحه، ها هو بشرته هنايا حكيته. وعندي هاد النوع اخر ديال الجبن ديال الماعز، قلت الا احتاجيته غادي نديرو. هنا عندي واحد شويه ديال الدقيق الكامل، دقيق بالنخاله ديالو، وعدي لنشوبه ها هي ولا الشطون كل واحد شنو يسميها. وهنايا شديت غا واحد المقله غادي ندهنها بواحد شويه ديال الزيت، هاد المقله ها هي كيف ما تشوفوا معايا هكا. تندخل الفران تندير فيها البطبوط تندير فيها كلشي، وغادي نشد هاد لنشوبه وكنديرهم هنا في الدقيق هذا الكامل، تنفندهم فيه بلا ملح بلا حتى شي حاجه. الحوت كيجيني بنين الصراحه، المذاق ديالو الاصلي كيجيني بنين، تنفضل انني ناكلو ونتذوقو في المذاق ديالو اول حاجه. وثاني حاجه امي ما كناقص عليها الملح بزاف، تنحاول نقص الملح، دارت فينا خير امي ملي جالسه معانا دابا. نقصنا الملح بزاف ماشي غشير، جا اصلا انا ناقصه الملح ودابا حيدتها. هانتوما شوفوا معايا شفتو كي تيصبح الشكل ديالها، تا هو زوين العين، تا هي تاخد حقها. وغنشد واحد شويه من هاد لي طوماط سوغيز هكا وغادي نقسمهم على جوج، وغادي نحاول نعمر هذاك الوسط ديالهم هذاك الفراغ باش ما تبقاش ليا خاويه من تما. وغادي ندير نص احمر ونص صفر ديال لي طوماط سوغيز هكا، ورشيت عليهم غير واحد شويه ديال الملح هذوك لي طوماط سوغيز، وواحد شويه ديال اوريغانو هكا كيف ما تشوفوا معايا. اوريغانو حتى هو درتو كاع، انا كيساعدني في الهضم بزاف. انا الحوت السردين ولا نشوبه داك الشطون كاع داكشي ما كيتهضموش ليا، ولكن اللي كندير لهم الاوريغانو اولا الزعتر كيساعدني بزاف، كناكلهم وانا مرتاحه كيما نقولوا. صافي وهنايا درت زيت الزيتون، هذا راه كيخوي ليا غير بشويه انا ما خويتش بزاف، وبديت كنرش عليهم واحد النقيطات هكا وخليتهم جنب. صافي دابا غندوز هاد لي طوماط سوغيز ها هما اللي كاينين عندي، وغادي نحاول نقطعهم رقاق شرائح هكا كيف ما تشوفوا معايا، كل وحده نقسمها على ثلاثة ولا على أربعة بهذا الشكل هذا. غنستمر هكا حتى نكمل هاد لي طوماط اللي عندي، وغادي نرش عليهم دابا حتى هما واحد شويه ديال الاوريغانو بهذا الشكل هذا كيف ما تشوفوا معايا، على داك الجبن اللي حكيت حتى هو هذيك لاسكامورتا فوميكاتا هذيك بالنسبه للاخوات اللي هنا في ايطاليا. وهذوك لي طوماط سوغيز درت ليهم واحد شويه ديال الزيت حتى هو، وصافي هذا الشيء هو مليحه ضروريه، لان الباذنجان ما درتش فيه الملح كاع اصلا، ما رشيتش عليه لا ملح ما غطيتوش بالملح، خليته تطلق هذيك المروره ديالو ما حتى شي حاجه. المهم درت هذوك لي طوماط سوغيز كما قلت لكم، خايفه على الملح بزاف على حساب الوالده ديالي. وعندي الصلصه ديال الدار اللي راه صايبتها غير البارح، ها الباذنجان ها هو من بعد ما خرجته من الفرن باقي كيفور شفتوه، ما كيلصق ما حتى شي حاجه، وكيطيب كيجي واعر كيجي زوين بزاف. ممكن حتى هكا شرملوه، عندي واحد الطريقه ديال الشرموله ديالو دوك نشاركو معكم شي مره اخرى ان شاء الله، غير هكاك وتبقاو تاكلوه. جبت هاد الصلصه ديال الطماطم ديال الدار من بعد ما دهنت هذاك المول بشويه ديال الزيت فاش غادي تقدموهم ولا طيبوهم ولا هكا، وكنحط الباذنجان واحد الشريحه منه هكا، وتندير ليها لي طوماط سوغيز، وتنوضع فيها الجبن هكا كيف ما تشوفوا معايا. في حقيقه هذه نسيت ما درتش ليها الصلصه، كان ليا ندير الصلصه هي الاولى وبعدين ندير فوقها لي طوماط سوغيز بحال كيما غندير دابا الفوق، وعاد باش ندير هذاك الجبن. ها نتوما كديروا الصلصه هي الاولى نسيتها، راه كنطيب مزروبه. وكندير فوقها الجبن هكا، وكديروا عاوتاني هذوك لي طوماط بالالوان، كنديروا حيده طريفات جوج حمرين
وجوج صفرين يعني كيف ما قلت لكم، حتى العين حتى هي كتاكل. وعاود كندير فوقهم عاوتاني شويه ديال الجبن، وكنغطي عاوتاني بالصفحه الاخرى هكا، وتنبقى نستمر تندير ثلاثه ديال الشرائح هكا ديال الباذنجان كيف ما غتشوفوا معايا هكا. غنكمل هذه الاولى غنوريها لكم ونشاركها معكم، وغادي نكمل الاخرينات انا بوحديتي. هانتوما شفتوا هذه هي الثالثه، الطبقه الثالثه ديال الباذنجان، وغندير فيها شويه ديال الجبن الفوق هكا بهذا الشكل هذا صافي. وغنستمر حتى نكمل الاخرين وغادي نوريهم لكم ان شاء الله. هنا صافي من بعد ما كملتهم هانتوما كيف ما تشوفوا معايا الفرماج ما تليتش وصلت هذا قدني هذا صافي. وغندير ليه واحد شويه ديال الزيت من الفوق هكا. ما كاينش عندي البازيليك والحبق ماشي وقته دابا، تنزينو بهم من الفوق ولكن ماشي مشكل. وغندخلهم دابا الفران، غنخليهم واحد 10 دقائق فران سخون مزيان مع درت فيه داك الباذنجان، وغادي نشوفوا هذاك الانشوبه فين وصلت. هنا صافي ساليت هانتوما، غنبدا التقديم دابا. خلي هذه هنايا هانتوما، شوفوا هي الانشوبه راه كتجي رائعه بهذه الطريقه، خفيفه سهله وسريعه، ما تشد لكم لا وقت لا والو. دنجاله غا وحده هي غتغدينا حنا بثلاثه ان شاء الله. هانتوما غادي نهز دابا هكا ونوضعها هنايا طبيسلات باش غادي نقدمها بهذا الشكل هذا. الاخرى حتى هي ندير لي انا وحيده وحيده لامي وجاكمو اللي يموت على هاد الوصفه ديالهم ديال بلادهم، غنعطيه جوجات هو كاع. ها انتم وحده الاخرى حتى لا بغينا ولا بغات امي تزيد، انا وحده برك عليا، الا بغات امي تزيد غادي نحطي كاع هادشي من بعد يحيدو من هنايا ومخيله هي. وهنا درت واحد البوري ديال البطاطا وداك سميتو البروكولي، داك اللي بحال الشي فلور واخضر، البروكولي تتجي واعره. غنوضعها هنايا هكا ونوضع لي تا هو شويه هنايا، غادي غنحطها هكا فوق الطابلو ونهزو باش تبقى سخونه. ندير ماضي لاتاكمو في الطابلو مي، يلا نوضي على الله تاكلي اليوم، احنا باركين غنزوقو ونحلقو ونقادو باش تاكلي امي عم نجاري. نوضي هاش 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 هاد بديك شويه بوكو بوكو با بيني ما كثرتش ليكم شو جاكمو اللي كثرت ليه عطيتو الجات؟ هي دوا ما بيني ما بيني رسمي غنقول لك زيدني هذاك الشيء، علاش ما بغيتش نحط لك هنايا الحوت؟ ها هو خليتو هاد الانشوبه هنايا، درت واحد لاتيزان هنا المعدنوس كيف ما تشوفوا معايا هكا. ها هي غنخويها من بعد نقويله وانا مرطبها تما امي. يلا بسم الله بسم الله بسم الله. وجاكمو داير العصير ديال البرتقال راه هو اللي غنجيبو نخويوه. والانشوبه راه كتجي رائعه وكتجي ناشفه هنايا، ها نتوما شوفوها معايا تتجي زوينه بزاف، ها طايبه شفتوها هاي تفرتت غا بوحدها. وخلاص درت واحد الشلايضه هنا على بالخص وسميتو بريمو دي لا دارانش بالخص وبالفجل وسميتو والبرتقال والفريز. ونتمنينا الاعجاب ديالكم هذا الفيديو، شجعتكم القناه، والى فيديو قادم ان شاء الله. بس وجملة لكم فيديو، مع السلامه.